احتضنت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية خجلة الواقع مقرها بالمدخل الغربي لعاصمة الولاية ندوة حول كتاب الأستاذ صالح الغرور الموسوم ب إضاءات في التاريخ الداخلي للولاية الأولى أو رسم نشا، وقد صدر العمل عن دار الخلدونية للنشر بالجزائر العاصمة. الندوة كانت فرصة للقاء القراء مع صالح الغرور الباحث في التاريخ وشقيق الشهيد عباس الغرور. هذا الكتاب جاء نتيجة تاع بحث أولا في ناحية الأرشيف، ثانيا لماذا هذا الكتاب؟ أنا لاحظت في المكاتب، يعني في المكتبات خصوصا بالعاصمة، غياب كتابة عن أورس، عن منطقة أورس ممشى، غياب يعني تام. فرغم أني مانيش مؤرخ، ولكن قلت لازم نكتب شيء على هذه المنطقة اللي كانت رائدة، يعني بمعنى الكلمة رائدة في ثورة التحريرية. فبدأت أبحث في الأرشيف، وبالنسبة لهذا الكتاب، يعني الكتاب اللي عملته على عباس غرور، طبعا عباس غرور هو لما نتكلم على عباس غرور نتكلم على المنطقة الأولى، المعاناة تاع عباس غرور هي معاناة المنطقة الأولى، ومعاناة المنطقة الأولى هي نفس الشيء معاناة عباس غرور وجماعة اللي معاه اللي راهم نعرفوا النهاية تاعهم في تونس. فالكتاب على عباس غرور أيضا، يعني تقريب معظم الصفحات كرس الولاية الأولى، يعني بالبطولات نتاعها والمآسي اللي عشتها، فقط 20 صفحة في العمود كرس لحياة عباس في بعدها في المسار نتاعهم. هذا الفكرة نتاع البيع بالإهداء في الحقيقة أول مرة لاحظتها في خنشلة في دار الثقافة، بداها بديناها مع الدكتور زين بخوش، ثم المكتبة هنايا ولات الأمر هذا، وبدات تعرض في جميع الكتاب، يعني كتاب عديد الكتاب، وهي فكرة مليحة، يعني تخلي المواطن والقارئ يتقرب من الكاتب ويقتني الكتاب، خاطر ساعات الكتاب تبحث عليه في المكاتب ما تلقاهش ولا ما تسمعش به. إذا هالفكرة نتاع الإهداء، البيع بالإهداء، هي فكرة جميلة، قصة كما تقول الحاجز بين القارئ وبين الكاتب، نقدروا نتعرفوا على الكتاب اللي ما نعرفوهمش، ونقدروا نقتنيوا الكتاب سير بلاص، وخاصة المناقشة نتاع الكتاب، هذا هو الإثراء المفيد. والندوة تاع اليوم هذا الكتاب الثاني تاع الكاتب صالح الغرور بعد الكتاب الأول تاعو اللي أصدره، وهذه أول استضافة ليه هنا في المكتبة هذه، يعني في الحق عمل جبار وعمل مهم راه تكون به المكتبة هذه، وهم مشكورين على العمل اللي قاموا به. أما هذا الكتاب، يعني لقيت استجوابات عجول من طرف المصالح الفرنسية، وترجمتها إلى العربية، يعني زمان وقت كبير أخذ لي، لقيت تقريبا ما يعادل 200 صفحة تاع استجوابات عجول، فأردت من خلالها توضيح بعض الأحداث. يعني أنا دائما نقول إضاءات، ما نقولش حقائق، لأن في التاريخ الحقائق غير موجودة، يعني فإضاءات عن بعض الأحداث، مثلا عن استشهاد مصطفى بن بلعيد، وش حكى عجول عن فرار بن بلعيد، عن معركة الجرف، يعني بالتفاصيل كأرواها، يعني بتفاصيلها مهم جدا، نهاية شحاني بشير مثلا، اكتشفت أنه لأول مرة نكتشف، أعتقد لحد الآن أنا لم أقرأ أبدا، أن هناك بيان كتب باللغة العربية في أول نوفمبر، وفعلا كتب في الجرين، في الاجتماع الجرين في 54 لتحضير الثورة في 22 أكتوبر. هذا يعني نكتشف أشياء جديدة وتوضيح ثاني لأحداث معينة. فالكتاب فيه ثلاث، يعني أنا قسمته إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول يعني تقريبا 100 صفحة ما خاص بما روى عجول، أما الفصول الأخرى فهي عبارة عن المقالات نتاعي التي كتبتها، وطبعا تخص الأورس، كل المقالات اللي كتبتها في الصحافة الوطنية اللي تخص الولاية الأولى سجلتها، ثم بعض الأحاديث
لجلتها مع صحفيين نقلت عليها لأنها تهم دائما المنطقة الأولى، وكذلك بعض شهادات المجاهدين أخذتها وعملتها في يعني أضفتها في هذا الكتاب، إضافة إلى عدد من وثائق مختلفة فيما يخص الثورة التحريرية بأوراس. مساء الخير. في ثروة ماسكولا يعني استقبل نسا لي ثمغرايا يتي يعني جملا فيخ في الدكتور صالح الغرور يغندي وين البلايم باش غندي وفنا في الكتاب النص الجديد إضاءات في تاريخ الثورة التحريرية. اسم مسا أنا تقلق ذا العرسي ثروة الأوراس سيكوكث يمكن تقلق الحضور سيكوكث من غير أبعد نقطة اللي خرجنا. Je suis venu ici pour assister à une conférence de Monsieur Lagrour Salah. Il s'agit d'un livre qui traite une partie de la révolution et on, ce que j'ai vu apparemment. J'ai pas fait, j'ai feuilleté juste le livre. Il s'agit d'un témoignage et de recherche qui veut valoriser ou réhabiliter quelques héros de la Révolution et qui sont dans les écrits de la presse, qui étaient un peu accusés, à tort ou à raison. D'être l'origine de tous les conflits qu'a connu la wilaya 1. Moi j'ai trouvé que c'est intéressant le fait que une partie d'intellectuels de la région essaye un peu de décrire ou de réécrire l'histoire de la wilaya. Mais moi j'ai un avis personnel. Je dis que il faut jamais associer cette écriture l'a ramenée à la politique et cultiver un peu une haine entre les générations. Il faut que l'histoire sera écrite par des gens académiques qui veulent à la limite donner leur vision qui est plus, ça rapproche plus de la réalité que de règlement de compte. Moi, je trouve que ce livre, je vais le lire attentivement pour essayer de comprendre un peu les rouages de l'histoire et de la réécriture de l'histoire.